ان الكلام عن الحب يعني ملوش اول من اخر وما بيخلصش ابدا من امبارح، وبمناسبه الاحتفال بعيد الحب في خبراء كتيره جدا برضو. ما هو ده الوش التاني بقى، لازم اضايقكم شويه، حذروا من حاجه خطيره، حاجه اسمها فوبيا الحب او الخوف من الحب او الفيلوفوبيا بين الناس اللي بتتوتر اول ما تحس نفسها داخله على علاقه حب، تقوم راجعه كام خطوه لورا، بتقلق بتخاف. طب خايفين من ايه؟ في البدايه الخبراء قالوا ان السبب ورا الخوف من الحب ده هو وجود نماذج سيئه او تجارب فاشله موجوده حوالينا او في محيط الشخص نفسه اللي خايف، بتخليه طول الوقت متردد وقلقان وخايف ياخد قرار او خايف من خطوه الارتباط. ما هو اصل حب ما اكيد هيؤدي لارتباط وتوابع بقى بعد كده، فهو دايما جايب ورا. في اشخاص بتخاف من ان هي تترفض من الطرف الثاني، فبتفضل حياتها كلها خايفه ومتردده وقلقانه وهكذا. الخبراء هنا قالوا ان الشخص ده محتاج اكيد مساعده من حد متخصص، جنب ان هو لازم ان هو بيقولوا طبعا ده كلام علمي، يعني انه لازم يمارس تمارين التامل واليوجا او المشي او الاسترخاء لعقله وقلبه عشان يهدوا على بعض هما الاثنين ويتفقوا سوا، لان ساعات القلب يشد في ناحيه والعقل بيشد في ناحيه فيحصل الخناقه وفي الاخر البني ادم نفسه هو اللي بيدفع الثمن. بصي، هو انا ممكن اقول ايه، ان يعني باللفظ المتعارف عليه كده الدارج في الشارع المصري، اللي هو احنا قصدنا على الناس المتعقدين، تعقدوا من ايا كان بقى، زي ما قلتوا رفض، ان هم خذلان، فشل. فاحنا عايزين نقول حاجه يا جماعه، معاش اللي عقدكم، وتعيشوا وتقعوا وتقفوا تاني على رجليكم وبفضل الله، وتتعلموا من اي وقعه. ما حدش بيعيش يتعلم من غير ما يقع ويتخذل ويتخان ممكن ويتجرح، فمفيش حاجه في الدنيا تستاهل انك تتعقد ايا كان بقى، في حب، في دراسه، في شغل، في اي حاجه. فمعاش اللي عقدكم، تعيشوا وتقفوا على رجليكم وتغلطوا تاني وتقفوا تاني. للاسف يعني الجيل الصغير، شباب المقبل على الزواج، بيسمع تجارب سيئه كتير، لكن تعالوا نكلمه دايما بشكل ايجابي، انه في ناس كويسه بتنجح لو عملت كذا وكذا وكذا. يمكن ده اللي احنا بنحاول نعمله عن طريق مركز الازهر للفتوى، وعندنا النهارده فقره خاصه مع الشيخ بلال خضر، بنتكلم انك لو عملت 1 2 3 هتعيش حياه سعيده. فخلينا دايما نكتر من البرامج ومن الفقرات اللي بتتكلم عن الحياه الزوجيه، انها فيها حاجه حلوه قوي، وانها سكن، وانها راحه، وان المشي في معاصي او علاقات او صحوبيه والحاجات دي كلها عمرها ما بتؤدي لراحه البال ابدا ابدا. فخلينا دايما نتكلم معاهم انه لو اسست بيتك صح والله في حياه زوجيه سعيده. ودايما كمان بيشوفوا في السوشيال ميديا الخناقات والمشاكل ومين اتطلقت، خلينا نشوف في السوشيال ميديا اللي هيعمل حاجه على التيك توك او اي ابلكيشن هيعمل حاجه ايجابيه. انا عملت حاجه النهارده، والله جوزي عمل لي حاجه حلوه النهارده. لو عملنا كده هنبطل بقى الخوف والفوبيا والانتشار فوبيا الحب زي ما بيقولوا، او فيلوفوبيا طبعا. واهم حاجه في الاختيار، انه قبل ما نقلق ونتوتر ونرجع نجيب ورا دايما في العلاقات اللي من النوعيه دي، ما احنا لو اخترنا صح، لو كان في توافق حقيقي ما بين القلب والعقل، في توازن ما بينهم، ما فيش القلب عايز الموضوع قوي والعقل العقل رافضه تماما، لا يبقى دي مش هتمشي. لو العقل موافق قوي على العلاقه دي بس القلب ما فيش مش موجود، برده مش هتمشي على فكره. فلازم ان احنا يبقى في مسافات قريبه ما بين القلب والعقل، ما يبقاش بين الشخصين تطابق بس يبقى بينهم توافق مادي وفكري واكاديمي ونفسي وحاجات كتير قوي، ما يبقوش مختلفين. ممكن يكون في اختلافات بسيطة بس يعني الاختلافات البسيطة دي ما مش هتأذي حد في حاجة ولا ايه؟ انا بضحك عشان كلنا قلنا الكلام ده وسمعناه والنبي واتقلنا. ايوه فاكرين زمان كلنا للأسف. اما كناش نجرب الغلطة بنفسنا، لازم نقع احنا فيها للاسف. ما بناخدش الكلام الحلو دوت ونصدقه. بحب يا بابا واصلحه يا بابا. لازم وانا ايه، القلب يشتغل، العقل ياخد سبريك وينام على طول ويخش يريح. للاسف للاسف، يا ريتكم تسمعوا الكلام ده، ويا ريتنا بنسمع النصيحه من الناس اللي عندها خبره او اللي بتحبنا، بس هو يعني واقع الحياه ان احنا لازم نقع الغلطه ونعملها بنفسنا عشان نكررها تاني. صحيح. صحيح. وبعدين يعني اللي داخل يرتبط يعني او اللي داخله ترتبط، مفيش حاجه اسمها انه اصل الشخص ده لا هغيرك في كذا، هغيرك في كذا. احنا مش داخلين نغير بعض. ما هو انت يا قابل الشخص زي ما هو، يا سيبه في حاله بقى للي يقبله زي ما هو، لان الشخص التاني في الحاله دي بيعتبر ان هو مش عاجبك او مش مالي عينك او انه في ديفوهات او انه في مشاكل وممكن تهز ثقته في نفسه.
هي البني ادمين باكج كده بافكارهم بمعتقداتهم بطريقه حياتهم باسلوب حياتهم بشغلهم بطريقه لبسهم بطريقه كلامهم. والله أيوة. عجبك الطرف الثاني على ما هو يلا، بس احنا مش عايزين سيبه في حاله، مش عايزين البني ادمين بامراض نفسيه وفوبيا وخوف. بتكلم نشتغل دايما على الحاجات الايجابيه في حياتنا وننور عليها في السوشيال ميديا وفي الدراما وكده. النهارده البنات والستات مجننين بالمسلسلات الرومانسيه ليه؟ لانه عايزين مفتقدين الرومانسيه الادب والذوق ومن فضلك وهاتي وشكرا وبيعقد والحاجات اللي شغاله دي. اللهجه الجميله اللبنانيه دلع، كلنا مفتقدين الدلع يا جماعه.